السلام عليكم. إن شاء الله راح نكمل اليوم اللي هو الأدوية اللي بتأثر على الأوتونوميك نيرفس سيستم. Drugs affecting the autonomic nervous system. إيش هو الأوتونوميك نيرفس سيستم؟ هذا هو الجهاز العصبي اللا إرادي. يعني أنا السي إن إس عندي أنا ما بتحكمش فيه. الهارت يعلى يوطى، يدي سيندي فاز كونستريكشن فاز دايليشن، هذا ايش انا ايش فوق ارادتي. فانا اي شيء فوق الاراده تبعتي انا ما بتحكم فيه بسميه انا ايش اوتونوميك نيرفس سيستم. اول واحد بحكي لي انه انت عندك سيمباثوميتيك اللي هو ادرينرجيك دراج. يعني الادرينالين هنا تشتغل على مين؟ طبعا انقسم الاوتونوميك نيرفس سيستم قسمين، سيمباثيك وبارا سمباثيك. السمباثيك يعني بشكل ملخص مثل ما اخذنا في التشريح انه هي بتشتغل على الفايت والفلايت اللي هو في الخوف. انت تخيل حالك في مرحله خوف او قلق، بتلاقي حال مين شغل عندك؟ السمباثيك. في حاله الراحه والهدوء او بعد ما يخلص الخوف بيشغل عندك مين؟ البارا سمباثيك. فحين بقول لي انه انت عندك سمباثيك دراج، بين قوسين قال لي مين؟ ادرينرجيك دراج. هاي الأدوية هي بتشتغل يعني عايش على الجهاز السمبثاوي، وقول إن هذا الجهاز السمبثاتيك بنشط الجهاز مين؟ العضلي، العضلات الهيكلية والقلب والرئة الدموية والتنفس. ما دون ذلك بدي ضبطه. مثلا أنا عندي في حالة خوف قلنا إنه أنا بلزمني العضلات تقوى، فأنا بودي كل الطاقة والدم والبلاد عوين على العضلات. بيلزمني القلب يضخ دم كويس، فأنا بودي الدم كيف على القلب، بخلي القلب يعلى الهارت عنده. بيلزمني الأوعية بتاعت التنفس تتوسع، بتاعت الجلد انا بديش دم يوضع على الجلد، بضيق لو قلب الجلد التنفس يتوسع. مش احنا قلنا مثلا في الخوف انا ما بلزمني دم يوضع على الجلد، فبتلاقي الجلد بيل كلر لونه شاحب. ليش؟ لان انا وديت الدم على اماكن اهم من الجلد، اخذت الدم من الجلد وين وديته؟ انا وديته على القلب وعلى الذاتين وعلى الدماغ عشان يفكر في الخوف. فبلزميش انا دم يوضع على الجلد، فبصير انا عندي فازو كونستريكشن في الاوعيه في الجلد، بتلاقي لون المريض بيل شاحب. بلزمنيش بلد دم يضوع على الكلى وعلى الامعاء وعلى البدل مثلا، فبتلاقي بقيل فيش عندك بول في الخوف، فيش عندك اليمينيشن اخراج، فيش عندك انت، فيش عندك هضم، ولا في عندك اي اشياء. هذه الاشياء في الخوف فيش اي حاجه منها. فاذا الادرينرجيك دراج او السمباثيك دراج هي الادويه راح تعمل هي. بقول لي هنا عندك هي مستقبلات الها زي ما قلنا قبل هيك، انه انا عندي مستقبلات الفا للادرينالين، عندي الفا واحد والفا اثنين وبيتا واحد وبيتا اثنين. فبقول لي انت لما الادرينالين هنا قلنا ايام التنفس انه الادرينالين انا بغلق المستقبل تبعه، بغلق المستقبل تبعه. فانه الفا واحد لما الادرينالين يدخل على الفا واحد راح يدق الاوعيه في الجلد، وقلنا بشو عنهم، راح تزيل احتقان الانف. اذا الانف مسكر بزيل احتقانه، عشان هيك بعض الناس بياخذوا ادرينالين عشان ايش؟ اذا انفه مسكر الاحتقان في الانف بياخذ ادرينالين. بيوسع بوبو العين، البوبو تبع العين هذا ايش؟ البيوبل، بتوسع عشان ايش؟ يدخل اكبر كميه من الضوء لايش؟ للعين. انقباض صمام المثانه البوليه، فاذا انا بلزمنيش بول اثناء، انا ما بخطر على بالي اني اتبول اثناء الخوف او اثناء ضعف هذا الاشياء اللي عندي، فبالتالي راح يتسكر صمام المثانه، انا هذا الشيء مش وقته باجله. فاذا الفا واحد او في الجلد بالترتيب، احفظهم بالترتيب، او في الجلد وعلى الانف جنب الالف مين؟ بوب والعين، تحت انزل عميق على المثانه، فهم او جلد وانف وعين ومثانه. الفا واحد جلد وانف وعين ومثانه، او في الجلد بتضيق بزيد احتقان الانف دي كونجستشن للانف، بوب العين بتوسع وانقباض صمام المثانه. اذا الفا واحد جلد وعين وانف ومثانه. طيب الفا اثنين بقول لي راح تقلل افراز الانسولين. لما انا يقل افراز الانسولين، مش قلنا الانسولين هو بدخل السكر والبوتاسيوم من الخلايا الدم، من الدم بدخلهم على الخلايا. فلما نقلل الانسولين راح يضل الدم السكر بالدم، وانا في الخوف بلزمني سكر كتير، بحرق سكر كتير، فبالتالي انا ايش؟ بدي اقلل الانسولين، لانه انا المخ بده سكر كتير، فانا ايش؟ بدي اخلي الدم في الخلايا في الايش؟ السكر في الدم. فانا بقلل الانسولين عشان ايش؟ ازود السكر في الدم. يعني ممكن لو مريض خايف نفحص له السكر نلاقيه على السكر، راح يقلل كمان في الستريس، عمليه ولا حاجه راح تلاقي السكر عند المريض عالي. الستريس عالي ليش؟ بعلى السكر في الستريس او قبل العمليات او في العمليه، لانه المريض في حاله خوف، راح يدعي على الادرينالين، يعلى الادرينالين بعلى، راح يقل الانسولين. يقلل حركه وافراز الجهاز الهضمي اللي هو بعمل لي امساك. اذا الفا 2 هو انسولين وامساك تعمل لي. هم الانسولين مين بصنعه؟ البنكرياس.
تمام، ولما انا جنب البنكرياس سويت الالفه تنشغل على شيء عميق، قلنا الفه واحد شيء سطحي، جلد، اوعيه في الجلد، انف، عين، ومثانه بول تحت تالي، لكن الفه 2 تشغل شيء اعمق على الانسولين وعلى الجهاز الهضمي، فبالتالي راح تعلي تقلل الانسولين وتقلل حركه الامعاء. اذا لو انا بدي اتذكرهم بقول انه البنكرياس جنب الامعاء، فالاثنين راح يقل شغلهم، البنكرياس مش راح يعطيني انسولين كتير والامعاء مش راح تتحرك، فبالتالي صار عندي انا كونستبيشن وهايبر جليسيميا. هايبر جليسيميا تصير في حاله ايش؟ السمبثاتيك. خلصنا الفا، الفا واحد واثنين خلصوا، نيجي على بيتا، مستقبلات بيتا. بيتا واحد لما الادرينالين يدخل على بيتا واحد، طبعا قلنا انه بيتا واحد هي القلب، بيتا اثنين دون ذلك. فاذا لما قلنا في ادويه القلب انا عندي بيتا ادرينرجيك بلوكر، بغلق انا بيتا، لما اغلق بيتا راح يقل الهارت ريت، يقل الكونتاكتيفيتي للقلب، ويقل اشياء كثيره. انا هنا لا، هنا العكس، هنا بقول انت شغل بيتا بالاساس لما الادرينالين يدخل على بيتا، انا عندي باب اسمه بيتا، بيتا واحد لما الادرينالين يدخل عليه، الادرينالين واحد راح تزيد قوه انقباض عضله القلب، يعني ايش؟ بوزيتيف انتروبيك، راح تزيد الكونتاكتيفيتي للقلب. اثنين راح يزود النبض، راح يعلي الهارت ريت، تكي كارديا يصير مع المريض. ثلاثة راح يزود تكسير الدهون، واحيانا نقول ليش. أربعة راح تزود السكر من مصادر ثانوية. طيب الحين احنا قلنا راح تزود الكونتاكتيف للقلب اللي عارفينها، راح تزود الهارت ريت. انت في الخوف راح تلاقي النبض عندك قديش؟ 150 و200، يعني انت خايف من مرحلة الخوف، راح الهارت ريت يعلى كتير، وبالتالي انا بدي اكسجين وتغذيه وبلد كثير، راح يعلى الهارت ريت، وراح كمان مش يكفي الهارت ريت يعلى وبس، راح تزيد الكونتاكتيليتي. طيب اثنين بيقول لي ليش بتزود تكسير الدهون؟ لانه انا عندي في الخوف بدي سكر كثير، فالسكر في الدم عندي مش راح يكفي، فانا بروح ايش؟ بكسر الدهون عشان احول الدهون لسكر، ممكن ادخل في حاله ايش اسمها دي كي اي دايابيتيك كيتو اسيدوسز، يعني انا بحصل على سكر من مصادر ثانويه. هنا كمان هي الثانيه، يعني بقول لي انه هن بتزود السكر من مصادر ثانويه اللي هو مين؟ الدهون. فانا بكسر الدهون عشان اخذ منها سكر، ومن منتجات الدهون اللي عند الدزه بتاعت الدهون اللي هو بطلع كيتون بادي، هذا كيتون حمضي، فبطلع انا عندي حاله اسمها ايش؟ دايابيتيك كيتو اسيدوسز، هو تعيين السكر بصير معهم هاي الحاله. فانا اذا عندي بيتا واحد قلنا بتزود القلب والهارت ريت، راح تزود تكسير الدهون وتاخذ السكر من مصادر ثانويه غير المصدر الاساسي تبعها. بيتا اثنين راح توسع الشرايين التاجيه والهيكليه اللي هو مين؟ الكورونري ارتري، واللي في الجسم ككل راح توسع القصبة الهوائية فازو داي ايش؟ برونكو دايليشن. برونكو ليش برونكو دايليشن؟ انا في الخوف بدي انا اكسجين كتير، فبالتالي راح بدي انا ادخل للرئة اكسجين كتير، فانا بوسع الايش؟ القصبة الهوائية عشان يدخل للرئة مين؟ اكسجين كافي. في البيتا ادرينرجيك هناك قلنا ايش؟ انا بغلق بيتا اثنين، فبالتالي راح تضيق مين؟ القصبة الهوائية، راح يعمل لي فازو سبازم، راح انا ايش؟ ممنوع لمرضى الازمة هذا الدواء. اذا انا بدي لتعين ازمه ادخلهم بيتا 2 مش امنع عنهم، فاذا بيتا 2 بتوسع القصبه الهوائيه راح يقلل البول، يعمل لي يورين اوت بوت ديكريز، وراح يقلل حركه الامعاء. فاذا بيتا 2 بتشغل على مين؟ على تنتين. انا بهمني هنا اهم شيء انه برونكو دايليشن راح يعمل لي فازو دايليشن للكورونري ارتري، راح يقلل البول وراح يقلل حركه الامعاء. فانا عندي الفا 2 وبيتا 2 بيشتغلوا على مين؟ على الامعاء، لكن الفا واحد على البول والفا وبيتا اثنين على البول. الفا اثنين وبيتا اثنين على الامعاء بقلل حركه الامعاء، يعني بيعملوا كونستبيشن. اما الفا واحد وبيتا اثنين بيشتغلوا على بقلل البول. فانا بهمني اعرف ايش بيتا واحد بيتا اثنين الفا واحد الفا اثنين وين بروحوا، يعني عشان انا افهم ايش بيشتغل الدواء هذا. فلما عرفت انه الادرينالين دخل على الفا واحد ضيق الجلد على الانف وعين ونقباض المثانه، الفا اثنين راح تقلل الانسولين وبتقل حركة الأمعاء، بيتا واحد بتزود الهارت ريت والكونتاكتيليتي، بتاخذ السكر من مصادر ثانوية راح يزيد تكسير الدهون، بيتا اثنين راح توسع شرايين التاجية للقلب، راح توسع القصبة الهوائية، وراح يقلل البول وحركة الأمعاء. خذ وقت كتير هذا عشان هو مهم. نيجي على أول دواء في مجموعة السمباثيك، هو اسمه ألوبيوتيرول أو سالبيوتمول. سالبيوتمول اسمه التجاري فينتولين. هذا الدواء مشهور جدا، باخذوه تعاون الأزمة. فينتولين، مش قلت انا عمال بدي تعاون الازمه او تعاون البرونكو سبازم، اعطيهم اشي يوسع القصبه الهوائيه، بدي انا اعطيهم سمباثيك عشان انا ايش؟ اعمل لي بيتا 2 تعمل لي برونكو دايليتيشن. فبقول لي انت عندك الوبيوتيرول. فرقوا بين الالوبيوتيرول وال
الو بيوذينول، هنا تاع النقرس اسمه الو. هنا قلنا ايش اسمه البيوذينول؟ الو بيوذين، في عندنا يوذين هنا بيطلع الو، ظنينا عليها انه تيجي تاخذ على اليوذين. اما هنا الو بيوذينول فيها يوذين، اما هنا فيش فيها يوذين، فيها البيوترول، 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 وسال بيوتمول اسمه التجاري فينتولين مشهور جدا. ليش تفتح صبعه؟ سمباثيتك ايجنت من البرونكو دايليتر، بوسع القصبة الهوائية، من السمباثيتك بوسع القصبة الهوائية. بيشغل الفينتولين على مين؟ بحفز بيتا 2، وقلنا بيتا 2 شو بتعمل؟ بيتا 2 على القصبة الهوائية بتوسعها، برونكو دايليشن مهمة جدا. استخدامه للأزمة، أي واحد مو ضيق في القصبة الهوائية، هذه ستيتس ازماتيكاس هي نفس الازمه، لكن ايش بتكون شديده جدا والمريض ما بيصير له علاج لها. السايد افكت له اكيد تاكيكارديا، هي تاكيكارديا شو قلنا بيشرب هو قبل تاكيكارديا اصلا، و انجينا بيت الم الانجينا، لانه اصلا القلب راح يتعب، راح احنا نزود الهارت ريت والكونتراكتيليتي للقلب، فبالتالي القلب ممكن يتعب، ممكن يصير من المريض الم الانجينا. اهم وحده فيهم تجي شايف في الامتحان كثير، انه الفنتولين ممنوع ينعطى اي في، ممنوع 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 نعطي الفنتولين اي في، ممنوع ممنوع، وبالكثير ممنوع كثير استخدامه، وعدم ممنوع ان اقربه من النار او من الحراره لانه بتفاعل معه. فاذا اسمه العلمي البيوتيرول او سلبيوتمول، البيوتيرول سلبيوتمول، اسمه تيريفينتولين، هو بيشتغل على بيتا 2 برونكو دايليتيشن من اجل السمبثاتيك. يعني عندي ايش؟ هي الدواء الاول من السمبثاتيك اسمه مين؟ فينتولين، هو سلبيوتمول البيوتيرول، مهم جدا مشهور واستخدامه كثير، لازم نعرفه لو قلنا مش للكتاب بس اننا نعرفه احنا. الثاني الدوبامين وادرينالين او ابنفرين، افيدرين وادرينالين. الدوبامين هذا اسمه التجاري انتروبين او دوكارد، انتروبين او الدوكارد، دوبامين دو، دوبامين دوكارد، انتروبين من اعتبرها من انتروبيك، بس في انتروبيك. نيجي على واحده واحده، وقلها الادرينالين ايش بيعمل؟ بيزود نشاط الدوبامين، بيزود نشاط الادرينالين. يعني قال الدكتور انه بحول الادرينالين الدوبامين الى الادرينالين، بعرفش كان في منه ولا فش منه. اذا هنا الدكتور قال انه هذا ايش اللي بيعمل؟ بحول الدوبامين، الدوبامين بحول الدوبامين بتحول لمين؟ الى الادرينالين، فراح يزود نشاط الادرينالين، وبالتالي هو هذا بنشط مين؟ الدوبامين بنشط بيتا 1. مين بيتا 1؟ راح تزود الهارت ريت والكونتراكتيليتي، راح البيتا 1 هي الهارت ريت والكونتراكتيليتي، وراح تقلل تزود السكر من مصادر ثانويه، تكسر الدهون، تزود السكر من مصادر ثانويه، هذه بيتا 1. يقول لي هنا انه هو بيشتغل هو بوزيتيف انتروبيك، لو انا فاهم اللي عمل قلته قبل شويه بعرف لحاله، بما انه زود الكونتراكتيليتي للقلب اذا بيشتغل بوزيتيف انتروبيك، له تاثير قليل على الضغط الانقباضي، يعني ممكن يقوي الضغط الانقباضي للقلب مش كثير. بيهمني انا هنا اهم شيء هنا عندي انا الدوبامين، استخدم مستخدمين انا، في منه جرعه بسموها كاردياك دوز وفي رينال دوز. الكاردياك دوز من اسمها كاردياك للقلب، راح تعلي الضغط، اما رينال دوز هي للكلى. ايش يعني الكلى؟ راح توصل دم للكلى، يعني راح يعمل يورين، يطلع يورين من الجسم فيعمل هايبوتنشن. في هذا الدوبامين له شغلين، بيشتغل هايبرتنشن وهايبوتنشن، اذا كميه قليله منه هايبوتنشن، كميه عاليه هايبرتنشن. فانا هو في الاصل بعطيه كميه عاليه عشان يعمل لي ايش؟ هايبرتنشن، هي كاردياك دوز العاليه. اما لقوا انه استخدامه اذا قل، اذا 5 مايكرو جرام اقل، راح يعمل لي هايبوتنشن ويعمل لي يورين اوتبوت. نيجي هيك ايش بقول لي هنا؟ انه جرعه قليله راح تحفز مستقبلات بيتا، راح يوسع الاوعيه وراح يعمل لي هايبوتنشن، اقل من 5 مايكرو جرام واقل، اقل من 6 يعني 5 مايكرو جرام واقل. اما جرعه كبيره راح تحفز الفا، راح يدق الاوعيه وراح يعمل لي هايبرتنشن اكثر من 5 مايكرو جرام، يعني 6 واطلع. اذا كان انا الجرعه اقل 5 وانزل بتكون رينال دوز، تعمل هايبوتنشن بتطلع اليوذن. اما اذا كانت الجرعه اكثر من 6 واطلع 6 مايكرو جرام بتكون ايش؟ كاردياك دوز، لانه القلب مش كثير، كاردياك دوز تعمل لي هايبر تنشن. فاذا اقل من 5 او 5 واقل تحفز بيتا، واكثر من 6 تحفز الفا. فلما تحفز بيتا انا ايش بتعمل بيتا؟ قلنا بيتا بتوسع الشرايين وبتعمل، اما الفا راح تضيق الشرايين فتعمل لك هايبر تنشن وما الى ذلك. فخلصنا هنا شغلها كيف الرينال دوز والكارديك دوز. استخداماته اما لانخفاض الضغط او لايش؟ عشان علي الضغط حسب الجرعه. اذا كان مريض في شوك دخل، ايش يعني شوك؟
هو ليك اوف تيشو بالفيوجن، يعني انا فيش دم وصل للمكان، سواء فيش دم وصل للقلب او فيش دم في الجسم كله او فيش نقص على البرين، فيش دم فبدخل مريض بشوك. ضعف عضلة القلب، اذا عضلة القلب ضعيفة انا بعطيها دوبامين بقويها، بعطوها احيانا في الكارديك اريست. جرعة بسيطة راح يزود التبول وراح يعمل هايبوتنشن زي ما قلنا، هي رينال الدوز. مش قلنا جرعة عالية بتقلل البول، هنا بقول جرعة بسيطة منه راح تزود التبول. ممنوع للي عنده سرطان في غدة الأذية، هذا مهم جدا، ممنوع للي عنده سرطان في الأذية الجلاند اللي هو بيسموه ايش؟ فيو كروموسايتوما. هذا ايش؟ سرطان في غدة الأذية. يعني أهم ممنوع، يعني أهم كونتر انديكيشن للدوبامين إنه ممنوع للي عنده فيو كروموسايتوما، لأنه يكون عنده أصلا أدرينالين عالي. سرطان يعني خلايا كتيرة، يعني أدرينالين عالي، فبالتالي أنا أعطي الدوبامين ما بودع بموت، فبنفعش أنا أعطيه أدرينالين أو دوبامين للي معه فيو كروموسايتوما. السايد افكت له طبيعي، تاكيكارديا، انجينا بين، بالبيتيشن للقلب، ديفكالت اوف بريثنج، لانه راح يقلل ليش هنا بيحكي الدوبامين على مين، بيحكي اما الفا 1 او الفا 2، فممكن احيانا يعمل ديفكالت اوف بريثنج. هذولا كل سايد افكت نفسهم للعيله كلها من فوق، ما بقولش اجيب كل دواء لحاله وما الى ذلك، لكن يميزني مين في الكونتر اندكيشن في كروموسايتوما. نيجي هنا على الاثار الجانبيه، قلنا هنا انه يخفف عند اعطائه، بدي انا بعطوش الدوبامين زي ما هو هيك، بدي اخففه، بعطوه في المستشفيات على السرنج بامب، بعطوه في الساعه ملي او 2 ملي في الساعه، يعني ايش؟ وبخففوه بايش؟ بدكستروز، وبضلوا سليم زي 24 ساعه زي مين؟ زي الليدوكاين. فاذا انا بدي اخففه عند اعطائه ويعطى بحضر الدكستروز، غالبا بعطينا بوريد كبير سنترال لاين او وريد قريب على مين؟ على القلب، لانه هذا الدوبامين مش سهل. او هيو قال انفيجن بامب او سرنج بامب، وليس بوش او اي ام، يعني انا ما بعطوش انا لا بوش لا بولس يعني بوش ولا اي ام، بعطيه انا اي في، ويفضل انفيوجن بامب او يفضل سرنج بامب، يفضل عشان ايش؟ وسنترال لاين لو كان بيكون افضل وافضل، او وريد كبير هذا الدوبامين، لانه اصلا قلنا شغله مش سهل. هي رينال دوز من 1 ل 5 مايكرو جرام لكل كيلو جرام. الكاردياك دوز الكاردياك دوز تبدا ايش؟ 6 مايكرو جرام واطلع 20 واطلع. هذا مهم جدا، هذا بقول لي انه احنا بدنا نوقف الجرعه تدريجيا لعند 6 مايكرو جرام، بعدين نوقف العلاج. انا اغلب الادويه انا الدوبامين غالبا بستخدم لمين؟ للهايبر تنشن. كاردياك دوز اعلى 6 مايكرو جرام، بيبدو ب 5 مايكرو، بعدين بتدي 20 ل 40 ملي جرام، 20 او 40 ملي جرام قسم له اياها على كل ساعة 2 ملي أو ما إلى ذلك. المهم مش شغلنا هنا، بقول لك ليش أنت لما بدك توقف الأدرينالين أو الدوبامين بدك توقف تدريجيا بس عند 6 وتوقف، لأنه قلنا إحنا هذا أنا أعطيناه عشان إيش؟ يعلي الضغط، هايبر تنشن، كارديك دوز. قلنا كارديك دوز 6 وأطلع، فأنا كنت بعطي مثلا 40 ملي جرام، نزل ل 20، 15، 10، 6، بعدين بوقف. أول إشي ممنوع توقف فجأة تدريجيا، ثاني إشي بدي أنا ما أنزلش عند 5 و2 و1، لأنه لو أنا أعطيت 5 مايكرو جرام دوبامين راح تصير إيش؟ رينال دوز، راح يصير عنده هايبوتنشن المريض، فأنا كأنك يا وزيد ما غزيت، فعلى الفاضي عنده هذا الدواء. أنا بديش ضغطه ينزل، أنا بالضغط يضل محافظ عليه أنا شوي عالي، فإذا عند 6 وبوقف. لو أنا أعطيته 5 مايكرو جرام الضغط إيش بصير عنده؟ بينزل، فأنا بوقفه عند 6 وخلص، بنزل تدريجيا لعند 6 بعدين إيش؟ بوقف العلاج. خلصنا دوايين من مين؟ من السمبثاتيك اللي هم الالبيوتمول اللي هو سالبيوتمول هو الفنتولين، الثاني واحد دوبامين اللي هو انديرال اعتقد دوكارد وانتروبين مش قلنا الدوبامين بحول بتحول الادرينالين وهو بنشط الادرينالين، فاهم؟ بقول لك دو يعني مش دو سؤال، دو هل هو كارد؟ الكارد تبعت البنك، بطاقة البنك لما ندخل على البنك بطاقة إذا هي بشتغل، فبقول لك الدوبامين راح يتحول لأدرينالين، وهي البطاقة راح تتحول لمين؟ لماني، لمصاري بعد ما تطلع من البنك، فبقول لي دو كارد أو انتروبين، مش هو قلنا الأدرينالين هذا الدوبامين بيشتغل انتروبيك، فهو انتروبين. هاي ممكن تحفظها زي هيك. الثالث هذا اسمه إفيدرين، إفيدرين شغله هذا بقول لي نازل ديكونجستشن، مش قلنا الأدرينالين أو السمبثاتيك أحيانا بستخدم للديكونجستشن للأنف، نازل ديكونجستشن هذا باخذه لأنه محتقن في الأنف، بخل لك بختين أدرينالين أو إفيدرين. كيف تحفظه؟ مش قلنا هذا بيزيد احتقان الأنف؟ إفيدرين الحين التعاون اللي ما هو محتقن في الأنف دائما ضل إيش؟ ينف وأنفه مسكر، فإفي أنف، إفيدرين هو هذا بيزيد احتقان الأنف، أنا بقول له خذ لك
افيدرين عشان تبطل تنفنف وتبطل تنزل احتقان من الانف، ودائما ومش قادر يتنفس المريض ولا حد يسكر انفه، بعطيه انا افيدرين. هذا اسهل طريقه تحفظها فيه، افيدرين هو تاع الانف، افي انف، وبكون مريض دائما ايش بنفنف تاع اللي مو احتقان في الانف. بقول لك هذا الافيدرين تستخدموش اكثر من 4 مرات في اليوم، ممكن يعمل لك ايش ريسيرف افكت او ريباوندنج افكت، تاثير عكسي. هو اصله بيشيل احتقان الانف، اذا انا اخذته بشكل كثير راح يزود احتقان الانف مش يصير يشيله. فبقول لك انت ممنوع تاخذ اكثر من 4 مرات في اليوم، لانه ممكن يزيد احتقان الانف مش يقلل، راح يزود الزكام. فهو الافيدرين هو من السمبثاتيك، راح يعمل لي نزل ديكون جسم مهم جدا هذا الدواء. اخر دواء عندنا في السمبثاتيك اسمه ايش؟ افينيدرين، ابنيدرين، ابن ابنفرين هو الادرينالين، ابنفرين هو الادرينالين. استخداماته بقول لي رابد ريليف اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، هذا قلنا اول الادويه، مش قلنا اي مريض معاه حساسيه ببدا معاه اكسجين وكورتيكوستيرويد وادرينالين وانتي هيستامين. فالادرينالين ايش بستخدم؟ رابد ريليف اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، اي مريض معاه حساسيه على طول بعطيه انا ادرينالين، او ممكن تكون رابع شغله اعطيه اياها ادرينالين. كاردك ارست، لو ما قلبه واقف اعطيه يبدا معه سي بي ار واعطيه ادرينالين، او ادرينالين سي بي ار، فبتبدا معه ايش ادرينالين عشان ايش يقوي الهارت ريت والكونتراكتيليتي، ينعش القلب. فادرينالين هذا استخدامين مهمين جدا للحساسيه وللكاردك ارست، هي اكثر استخدامات الادرينالين. وزي ما فوق قلنا الكونتراندك ايش ممنوع نعطيه ادرينالين؟ اللي عنده حساسيه من ادرينالين، عنده هايبر تنشن لانه ادرينالين قلنا بيعلي الضغط، والتاكي كارديا هو اصلا بيعلي الهارت ريت، ولاكتيشن الموضعات اي واحده موضعه ممنوع تاخذ ادرينالين. السايد افكت له هايبر تنشن اكيد زي الاستخدام بيعلي الضغط، تاكي كارديا، فوتوفوبيا، بس يخاف من الضوء المريض، فوتوفوبيا، لانه قلنا الادرينالين هو مشتقاته كلها بوسع بوب العين، بوسع بوب العين، فبالتالي انا بديش اصلا بوب العين بتوسع في العتمه، بتوسع في العتمه، فانا ما بحبش الضوء، لما يكون بوب العين عندي واسع فانا ما بحبش الضوء، فبصير عنده فوتوفوبيا، وهيديك صداع، هذه طبيعي ممكن يصير معاه من الهايبر تنشن صداع. يجب ملاحظه علامات الصدمه، الشوك، اذا المريض صار انكونشس، صار عنده بروده في الجلد، صار عنده ازرقاق، هذه كلها علامات الصدمه. لانه انا ايش يعني صدمه؟ قل فيش عندهم في الجسم، سواء انواع الصدمه كلهم للشوك، فالدم الجسم بده يعمل ايش؟ كومبنسيتوري ميكانيزم، يعوض الدم النقص، فبدي ياخذ الدم من وين؟ بدي ياخذه من الجلد والمثانه والهذا، يوديه على الاماكن المهمه زي اللنج والدماغ، فيصير مع المريض اكيد ضعف الجلد، فش في دم، ازرقاق، ديكريز يورين اوت بوت، ممكن انكونشس المريض يصير انكونشس وما الى ذلك. هذه اشياء يعني عاديه تعرفوها يعني تقروها، انه زي ربط ادي ماده مليانه ماده فارغه، هذول اشياء يعني مش كثير هي مهمه بتلزم. خلصنا سمبثاتيك، قلنا 4 ادويه، اول واحد قلنا هو الفنتولين سالبيوتمول او البيوتمول بيشتغل على مين؟ على بيتا 2. الثاني دوبامين بيشتغل على بيتا 1 او على الفا حتى، دوبامين هو دو كار وانترو، قلنا انتروبيك، انتروبين. الثالث افينيدرين، الرابع هو ادرينالين، افينيدرين هذاك تاع ديكونجستشن من الانف، والرابع قلنا هو ابنفين هو الادرينالين. نجي خلصنا السمبثاتيك، نعدي على العكس بارا سمبثاتيك، بديش اقعد اعيد وازيد، انا قعدت اول شيء 10 دقائق فيه لانه عشان ما احكوش هم مرضى، هو بيشتغل عكس مين؟ عكس السمبثاتيك، عكس السمبثاتيك بيشتغل. اذا راح ايش راح يعمل؟ انا كنت في حاله خوف، راح الخوف هذا بده يشتغل، مين هلقيته؟ الباص سمبثاتيك يرجع، اذا كان عندي كارديا يرجعها للنورمال رينج، اذا كان انا عندي برونكو دايليشن يرجعها للبرونكو كونستريكشن. فاذا هذا بيشتغل مين؟ عكس الادرينالين. الادرينالين الذين اللي عمله وخرب الدنيا وعلى وإشي ووطى البول وكذا، البارا هذا جابنا البارا سمبثاتيك بده يرجع الإشي على الطبيعي تبعه. بارا سمبثاتيك نيرفس سيستم اللي هو بسموها كولو نيرجيك دراج، احنا قلنا ادرينرجيك ادرينالين، هنا بقول لا اسمها كولو نيرجيك دراج، كولو نيرجيك دراج. هاي المجموعه النقل العصبي فيها استايل كولين، الاستايل كولين هو الناقل العصبي في البارا سمبثاتيك او في الكولو نيرجيك دراج. هاي الادويه بتقسم الى قسمين، كيف تشتغل الادويه؟ كيف تعمل الكولونيرجيك دراج؟ اما راح تشتغل بشكل مباشر زي الاستايل كولين، تشغل زيه، او راح تزيد تركيز الاستايل كولين في الجسم من خلال تثبيط انزيم اسمه ايش؟ اسمه اسيتايل كولين استريز. هذا الانزيم بكسر الاستايل كولين، فانا لما اشيل الانزيم اللي بكسر الاستايل كولين راح يعلى الاستايل كولين في الجسم، او انا بشتغل زي الاستايل كولين. فانا عندي طريقتين، اما انا اشتغل زيك
تمام، او انا امنع اللي بيكسروك، امنع اللي بيقتلك، فبالتالي انت بتعلى. فانا بشتغل زيك ومكانك، يا اما انا بشوف الناس اللي بتقتلك وبتطبطك وانا ايش بهاجمهم. فاذا الاسترال كولين الكولينرجيك هذه بتشتغل، اما بتشتغل بشكل مباشر زي الاسترال كولين، او راح تزيد تركيز الاسترال كولين. كيف؟ راح تثبط الانزيم اللي بيكسر الاسترال كولين. هو شو اسمه؟ اسمها اسمه استايل كولين، اسمه هنا استايل كولين، استايل كولين استريز، استايل كولين استريز راح نكسره او نثبطه. كيف تشغل على الجسم؟ زي ما قلنا هنا، هنا قلنا السمباثيتك راح تقلل حركه الامعاء وتقلل وتقلل، هم بيقول لي راح تعزز افرازات المعده، راح تزيد حركه الامعاء والاتش سي ال والبريستاليسيس، راح تزود حركه الامعاء، راح تعمل استرخاء. هنا قلنا بسكر المثانه، هنا بتفتح استرخاء للمثانه عشان نزود خروج البول، راح تقلل الهارت ريت والبلد بريشر، هنا قلنا بزيد الهارت ريت، والهايبرتنشن هنا بقول لي لا بقلل الهارت ريت، بقلل البلد بريشر، بتوسع الاول بالجلد، هنا قلنا بتضيقهم بتوسعهم، انه ايش ايش قاعد طبيعي انت؟ راح تتوسع دايليشن للاوعيه في الجلد، راح تعلى الحراره تحت الجسم انكريز تمبريتشر، راح يزود فاز المخاط، راح تضيق القصبه الهوائيه برونكوس بازم، لانه انا بديش هواء كثير هلقيت، انا طبيعي نورمال. لما تضيق القصبه الهوائيه انت تخلي شي مكان ضيق، خطوه في التقييم، ويزنج صوت صفير، ايش يعني صفير؟ انت مكان ضيق وطلع منه هواء، فممكن مع البرونكوس بازم يصير معك اشو ويزنج صفير، راح يضيق بوب العين، هنا قلنا بتوسع، عشان انا عندي خوف وبدي انا ادخل كميه ضوء كافيه للعين. يعني ما بلزمنيش انا ضوء كثير، فراح اضيق بوب العين، راح ينشط غده العرق واللعاب في الخوف، بتلاقي فمك جاف اصلا، فيش عندك لعاب ولا عرق، فين بقول لك ايش؟ راح تزود الغده اللعابيه بتاعت العرق واللعاب، وراح يقلل ضغط العين، هذول الاشياء كلهم عكس، لو انا تخيلت حالي بعد الخوف راح الاقيهم طبيعي. عشان احفظ بس بدي افهم فيه. نيجي اول دواء، هو اصلا دواء واحد بس في المجموعه، اسمه ايش؟ بايريدو استجمين، بديش البرومايد، بايريدو استجمين وخلاص، اسمه مستينون. كيف نحفظها؟ اسمه بايريدوستيجمين ميستينون. هذا ايش بيعمل الدواء؟ بيمنع تكسير الاسترال كولين، وبالتالي راح يزود تركيز الاسترال كولين في الجسم. اسمه ايش؟ بايريدوستيجمين ميستينون. بقول لي انه هنا يستخدم للماي ثينيا جريفز، ماي ثينيا جريفز، هذه الدهي ايش اسمها؟ هذه الوهن العضلي بيسموها، الوهن العضلي، يعني بكون الجسم تعبان، العضلات تعبانه، الجسم نفسه بيدمر مستقبلات الاسترال كولين. لما الجسم يدمر الاسترال كولين، يعني انا مين شغال عندي هنا؟ الانزيم استايل كولو استايل كولين استريز، فانا بدي امنع تكسيره، فبعطيه انا ايش الدواء اسمه ميستينو. هذا الدواء بيمنع تكسير الاسترال كولين، وبالتالي راح يعلى الاسترال كولين، وانا بحل مشكله مين؟ الوهن العضلي. فبالتالي بيشتغل هذا الدواء مين؟ انه بيشتغل انه يطبق انزيم الاسترال كولين استريز، بس هو اللي بدي اياه الدواء هذا. كيف تحفظه؟ قلنا تعال الوهن العضلي، ايش يا مهن؟ العضلات تعبانه اصلا، العضلات تعبانه، فمش قادره تتحكم باي حاجه، ممكن احيانا مع الوهن العضلي تعب العضلات تصير مو تشنج الماضي زي تشنج، يعني العضلات مش تعبانه، مش قلنا احنا في الادانيين بصير مثلا حركه كثيره او شيء، فممكن هنا الوهن العضلي انا شبهته انه يصير مثلا مع المريض هزال شديد، او يصير معاه مين؟ يصير معاه مثلا زي رجفه في اليد او شيء، بعطيه انا باي ريدو استجمين، باي ريدو استجمين، باي ريدو ببرد، باي ريدو استجمين اسمه ميستينون، ميس تي نون، مش مس يعني كهرباء، ماس ماس الكهرباء اللي بسموه ماس كهرباء، فهذا مستينون، مستينون انا عندي مس مسني الجسم كهرباء، فانا ايش بدي اعمل؟ بدي اعطيه باي ريدو استجمين، بدي برد عليه، باي ريدو برد عليه، برده باي ريدو استجمين، عشان انا عندي مستينون، عندي كهرباء، ماس كهرباء، مستينون. فإذا هذا هو دواء وحيد اسمه بايدوستيجنين، هو المستينون، بيثبط انزيم مين؟ الاستايل كولون استايل كولين سترينز. لو ما عنده الاستايل كولين سترينز نشيط بيكون عنده حاله اسمها شو؟ ماي ثينيا جريفز، اللي هو الوهن العضلي. هيك خلصنا ماده مين؟ الكولينرجيك دراج. في عندي ادويه هنا تشبه السمباثيتك دراج، بقول لي اسمها شو؟ اسمها كولينرجيك بلوكينج. لما انا اغلق الكولينرجيك هذه يعني عكس هي، بقول لي لما انا اغلق الكولون نرجك بلوكينج دراج، يعني هاي الادويه بتغلق الكولينرجيك، يعني ايش؟ زي السمباثيتك، قال لي بين قوسين تغلق بلوكينج للبارا سمباث، بقول بين قوسين اسمها ايه؟ بارا سمباثوليتيك، يعني بتكسر البارا سمباثيتيك، فبالتالي الادويه بتثبط البارا سمباثيتيك. يعني هاي الادويه ممكن تعمل لي وهن عضلي،
هذا ممنوع اعطيها للمؤلها العضلي. هذا بتشبه شغل مين؟ السمباثيك، لانه بقول لي هي بتسكر الباسمباثيك، فهي بتشبه مين؟ بتشبه السمباثيك بالضبط. وهي الادويه تمنع الاستالكولين من الارتباط بمستقبلاته. الاستالكولين هي بتثبطه، بتقول له تعال ممنوع ترتبط بمستقبلاتك، عكس اللي قبلها. تاثيرها بتقول لي راح تقلل المغص، راح تقلل مشان الاستالكولين هناك فوق قبل شويه بزود حركه الامعاء، ممكن يعمل لك مغص وشي او زود اتش سي ال، هم بقول لي لا هاي راح تقلل المغص، فبيستخدموه هي للمغص احيانا. راح تزود الهارت ريت والبشره، راح تقلل فاز الامعاء، تقلل فاز الامعاء، راح توسب بب العين. بالضبط تشبه مين؟ الادرينالين والسمباثيك. ممنوع على مين؟ لو واحد معناتها هيك كارديو، هو اصلا هي تزود الهارت ريت، فلو واحد معناتها هيك كارديو معطيه مايو كاردياك اسكيميا، واحد معاه ضيق في شريان القلب، فهل انا اعطيه الادويه راح ازود الهارت ريت؟ راح يتعب القلب بزياده، بده اكسجين ديماند زياده، يعني بده اكسجين بزياده كثير، فانا ممنوع اعطيه اياه لانه اصلا القلب ضيق شريان تبعه، مش واصل اكسجين كافي، فانا بالاخير بدي اشغله بزياده فراح يتعب القلب. للمع ماي سينيا جريز هي ممنوعه جدا اعطيه، مع اصلا تكسر في في الاستالكولين، انا اعطيه كمان واحد يخرب عليه بموت المريض. والمرضعات او تضخم البروستاتا كمان، اللاكتيشن واللي عنده تضخم في البروستاتا ممنوع يعطيهم هاي الادويه. السايد افكت له دراي ماوث، لانه قلنا زي الادرينالين هذا، احمرار الجلد، فلاشنج للسكين، تاكيكارديا، خلل في الرؤيه لانه بوسوس ابوب العين كثير، وكونستيبيشن. هذه اشياء كلها اغلبها زي مين؟ زي بالضبط السمباثيك. فاذا هي اسمها ايش؟ باراسمباثوليتيك، بتكسر الاستالكولين، مش اسمها سمباثوليتيك، بتكسر او بتثبط مين؟ السالكولين. عندنا دوايين هما اتروبين وسكوبولامين. الاتروبين هذا معروف احنا اخذناه من مين؟ الاتروبين انتيدوت للكولشيسين. في الامتحان بقول لك ايش اعطين انتيدوت للكولشيسين، بقول لك شيء اصعب شيء من الطلاب ما حد عرفه في الامتحان، هي الاتروبين يبطل مفعول استالكولين، صح؟ بيبطل، خلصنا منه. هو مضاد سمي للكولشيسين، انتيدوت له. استخدامه لعلاج مين؟ البراديكارديا، استخدامه لعلاج البراديكارديا. ويقول لي كمان انه لتقليل حركه الامعاء، لو واحد معاه حركه الامعاء كثير بطوء اتروبين، لو واحد معاه كاردياك ارس او براديكارديا بطوء اتروبين، اتروبين هذا ايش بيعلي الهارت ريت؟ بيستخدم في المستشفى كثير عشان يعلي الهارت ريت، اتروبين. بقلل حركه الامعاء، للتحكم بالوهله اثناء التخدير، مهم مهم جدا. اكثر استخداما في الاثناء قبل العمليه، فيش مريض قبل العمليه بيدخل العمليه، فيش مريض قبل العمليات الا بوضع اتروبين. ليش؟ عشان السايد افكت له تعمل لي جفاف في الفم، بقلل اللعاب، عشان انا ايش؟ هو نعمل المريض نوع تخدير ما يزيدش اللعاب ويصير له اسبيريشن تشدد المريض، فانا بعطيه اتروبين عشان فيش مريض بيدخل العمليه بياخذ اتروبين، كل المرضى قبل العمليه بيعطوا انا اتروبين عشان ايش؟ استفيد من السايد افكت له، يعمل لي جفاف في الفم، جفاف بالفم، وبقلل السكريشن. هي اثناء التخدير مهمه جدا، هذه مهمه جدا. علاج لسميه المبيدات الحشريه، هي اهم واحده فيهم. علاج لمين؟ علاج لسميه المبيدات الحشريه، هي في الامتحان بقول لك اعطيني مين الانتيدوت لواحد معاه سميه في المبيدات الحشريه. مين الانتيدوت لمريض تم تسممه بوصف مين؟ المبيدات الحشريه. وهذه ما حد عرف في الامتحان، والدكتور لما شرحها لكم قاعد نص ساعه ولا ربع ساعه هو يقول في واحده جوز عليها جوزها وراحت سمته بايش؟ في مبيد حشري. وهات ودي ناس وراحوا على الشفا ولفوا كل غزه، اخذوا كل الاتوبين اللي في غزه، اخذوا ايش؟ كل الاتوبين اللي في غزه، وبالتالي هي مضاد سمي لمين؟ للمبيدات الحشريه. اسمه بالانجلش هو عباره عن ايش؟ بيجي في الامتحان انتيدوت مهم جدا، اللي هو الانتيدوت لا انا مش كاتب حتى هنا الانتيدوت له لا ال اسمه هو اتروبين، الاتروبين انا كاتب انا الكل شي سين، بس هو في الكتاب مكتوب اسمه اللي هو بيستخدم الاتروبين كانتيدوت لمين؟ لاهم شغله، اهم شيء اعرف اهم من الكل شي سين اللي هي المبيدات الحشريه، تيجي في الامتحان كثير للمبيدات الحشريه، تمام؟ بنجيب اسمها من الكتاب، موجود عندكم في الكتاب في الاتروبين. المهم نكمل بعد هيك انه احنا ايش؟ بعد الاتروبين بقول لي انه انت عندك كمان قلنا يستخدم للمبيدات الحشريه علامات تسمم الاتروبين. كيف علامات تسمم الاتروبين؟ كيف انا بدي اعرف انه المريض تسمم عنده او عنده تسمم من الاتروبين؟
باجي انا واطلع على مين؟ على شغلتين مهمين جدا، اللي هو توسع بب العين بزياده، احمرار الجلد وتيكادي. لو ما يدخل اتروبين صار معه توسع في الجلد او صار معه تيكادي وهي الاشياء، على طول انا ايش؟ بعرف انه صار معه تسمم من الاتروبين، تسمم من الاتروبين. بدي انا احدد العمر قبل اعطائه، لانه ممكن يعمل لي تضخم في البروستاتا للاشخاص اللي فوق 55 سنه. لو مريض فوق 55 سنه ممكن الاتروبين يعمل له ايش؟ تضخم في البروستاتا. فلا مهم جدا احدد اذا الاتروبين هذا ولا ايش، اذا عنده اتروبين مريض، اذا عنده فوق 55 سنه ولا لا، لانه ممكن يعمل لي ايش قلنا؟ تضخم في البروستاتا. تضخم في البروستاتا هيها في الكتاب مكتوب عندي بتاعت المبيدات الحشريه، اسمها بالانجلش اورجانو فوسفيت بيستيسايد. بيستيسايد حشرات، اورجانو فوسفيت اللي هي ايش؟ مبيدات حشريه، يعني اسمها اورجانو فوسفيت بيستيسايد. في الامتحان جايب لنا مين الانتيدوت للاورجانو فوسفيت بيستيسايد؟ ما حدا عرفه. هي اهم من احدى، يعني هي انتيدوت لمين؟ الاتروبين، هو انتيدوت للاورجانو فوسفيت بيستيسايد، وهو كان انتيدوت لمين؟ للكولتيسين. وهي استخداماته كمان يستخدم في قبل العمليات التغذيه عشان يقلل السكريشن. اهم شيء هي له هي الاشياء. خلص اتروبين، اتروبين عدي على، وكمان في القلب يستعمل للبريك، هذا مريض معاه الهارت ريت واطي بيعطوه اتروبين، هذا اهم شغلات له. اذا بعلي الهارت ريت هو الاتروبين، واثناء التخدير بيعطوه عشان يقلل السكريشن، وهو العلاج لمين؟ للاورجانوفوسفيت، اورجانوفوسفيت بيستيصال. ممنوع للي فوق 55، او انتبه لما اعطيه لواحد فوق 55 سنه ممكن يعمل له تضخم في البروستاتا، علامات تسمم تضخم بب العين او احمرار الجلد وتكيكاردي. الدواء الثاني في ما اشوف المستشفى سكوبالامين، هو السكوبوتين. السكوبوتين للمقص هذا يستخدم لهي اللي بدي انا تو تريت بالاريكوليك، بس بيجي في الامتحان تو تريت بالاريكوليك. اسمه العلمي سكوبالامين، سكوبالامين انا سكوبوتين، اسمه نفس سكوبا سكوبا، سكوبولامين سكوبوتين، اسمه كمان تجاري كمان اسمه ايش؟ هايوسين، هايوسين. اذا سكوبالامين سكوبوتين، سكوبالامين سكوبوتين، هذا هو يستعمل ايش؟ سكوبالامين سكوبوتيل، هو يستعمل للمغص. هو من مين؟ من البارا سمباثوليتيك، بارا سمباثوليتيك او كولونرجيك بلوكينج دراج. هم دوايين اتروبين وسكوبالامين، هو السكوبوتيل، سكوبالامين سكوبوتيل او الهيوسين. هيك بكون خلصنا مجموعه مين؟ البارا سمباثوليتيك. الادويه اللي بعدها تحكي انه انت عندك ايش؟ انه عندك دراجز افكتنج على مين؟ افكتنج على الريس بايراتوري سيستم، اجهزه التنفس، الريس بايراتوري سيستم. واللي هنا عندك اول واحد اسمه ايش؟ انتي ازماتيك دراجز، ادويه ضد الازمه. قلنا ايش الازمه هي؟ يعني البرونكو دايليتور بتاع الازمه، برونكو دايليتور. انا بعطي ادويه تعمل لي برونكو عفوا الازمه برونكو كونستريكشن، فاهم؟ بدي اعطي ادويه تعمل لي برونكو دايليتور، تمام؟ اول واحد عندنا اسمه ايش؟ ثيوفيلين دراي ديريفيتيف، ثيوفيلين، ثيوفيلين. بقول لي هاي الادويه تحفز السي ان اس، يعني السنترال نيرفس سيستم، تعمل لي استرخاء للعضلات الملساء. اللي هو مين العضلات الملساء؟ زي القلب والامعاء، اي شيء انا ايش مش شايفه ما بتحكمش فيه بسموه عضلات ملساء، السموث ماسل والقصبه الهوائيه والاوعيه الصدريه. بقلل تشنج القصبه الهوائيه، يعني بيمنع البرونكوس بازم. تأثيرها قليل على التبول، يعني بتعيش البول كثير. بتحفز الإفرازات الحمضية للمعدة، يعني بتعلي الـ HCL، بتزود الهارت ريت، ويستخدم لمرضى الأزمة. هي اسمها أنتي أزماتيك دراجز، ثيوفيلين. هذا ثيوفيلين بيلزمني اللي بعده، أنا بيلزمني الثيوفيلين هو من أنتي أزماتيك دراجز. ممنوع لمرضى الذبحة الصدرية أنجينا واللي مو هاي بوتنشن، لانه هي اصلا قلنا بتوسع الاوعيه، تعمل لي شو؟ تعمل لي هايبوتنشن. والماء انجينا هي تعمل لي تايكارديا، التايكارديا هذا ايش بيعمل؟ بيزود تعب القلب. فالواحد مع انجينا ممنوع اعطيه اياها، هي تتعب القلب بزياده، تتعب القلب بزياده. فاذا هي تعمل لي تايكارديا وتعمل لي هايبوتنشن. السايد افكت كلها مش افكت، بقول لي هنا تايكارديا هايبوتنشن وايبيجاستك بين، الم فوق المعده، ايبيجاستك بين. لانه ليش ايبيجاستك بين؟ طبيعي هذا، قلنا هي بتزود اتش سي ال، الاتش سي ال لما يعلى في المعده ممكن يعمل لك ايبيجاستك بين، هي بتزود الاتش سي ال في المعده، فهو راح يعمل لي ايبيجاستك بين. فهمت؟ اهم في سايد افكت ايبيجاستك بين، هايبرتنشن وهايبرتنشن. لما انا بدي اعطيها في الاي في راح تعمل لي هايبرتنشن وفلاشنج احمرار وبيديكارديك بين وصداع هيديك ودوخه. هذه اشياء لما بنعطيها ايش؟ اي في بوش. هاي هذه الاولى هايبوتنشن طبيعيه، الفلاشنج طبيعي لانه اصلا هو بيعمل هايبوتنشن، توسع في الاوعيه.
ألم حول القلب لأنه زود تايكاردي، عملت زود لهذا التايكاردي ممكن القلب يتعب، ألم حول القلب، ألم الأنجينا أحيانا، أو ممكن يعمل لك دوخة وصداع سبب مين؟ الهايبو تنشن. يعطى ببطء على الأقل 5 دقائق، وبدنا نراقب الضغط والنبض لأنه قلنا بعلي الضغط بعلي النبض بقلل الضغط، فأنا بدي أراقب مين؟ الضغط والنبض، وأعطيه في بطء سلولي لمدة 5 دقائق. بدي أتجنب الإبي قاصك بين، كيف؟ مش قلنا هو بزود اتش سي ال، اعطيه معده مليان، اعطيه على معده مليان عشان انا اتجنب الابي جاستريك بين. هم اعتقد تو دواء او اثنين هم تعون التنفس سنتين، هم امينوفيلين في المستشفى مشهور، وثيوفيلين امينو ثيو امينو الاثنين فيلين امينوفيلين وثيوفيلين. افضل الامينوفيلين هذا افضل من الفنتولين لانه بيعمل عمين على الجهاز من فوق على السي ان اس على المركز، افضل من الفنتولين. يعطى ببطء لمده كم؟ من 10 دقائق ل 20 دقيقه. نرجع الفنتولين، ايش قلنا الفنتولين هناك؟ الفنتولين قلنا نعطي انا مين؟ هي الفنتولين، هو من ادويه مين؟ السمباثيتك دراج، بتحفز على بيشغل على البيتا الفنتولين، بيشغل على بيتا 2، الفنتولين بيشغل على بيتا 2. اما هذا الامينوفيلين بقول لك بيشتغل لا على الجهاز المركزي، مين افضل تشتغل انت على العوامل تشتغل على الاساس؟ لا، لما اشتغل انا على المركز من فوق بكون اقوى، فاذا الامينوفيلين افضل من الفنتولين لانه بيعمل ايش؟ بشكل مركزي، وبدام بدي اعطيه سلولي لمده كم؟ من 10 دقائق ل 20 دقيقه. الثيوفيلين هذا اسمه ثيوتريد، ثيوتراد اسمه ثيوتراد، هذا الاسم انا كتبه غلط كنت، ثيوتراد اسمه مش اسمه ثيوفيلين، هو ثيوتراد، اجي في الامتحان ثيو 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 ثيوفيلين ثيوتراد. ادويه الثيوفيلين من مجموعة مين؟ الانتي ازماتيك دراج، من الدراج افكتنج مين؟ الدراج افكتنج على الريسبيراتوري سيستم، هم امينوفيلين والثيوفيلين. الامين في شنو اسم التجاري؟ ريحنا. اما الثيوفيلين قال لي ثيو تراب، بيجي في الامتحان ثيو تراب. خلصنا ادوية مين؟ الازمة كلها للتنفس، انتي ازماتيك للتنفس، لتعالج الازمة. الادوية الثانية تحت التنفس بسموها مين؟ اذا المجموعة الاولى انتي ازماتيك، يعني امينوفيلين وثيوفيلين من كلاس الانتي ازماتيك تات التنفس. اما الادويه الثانيه قال لي انتي تيوسف تات السعال تات الكحه، والكحه من التنفس انتي تيوسف، هي هذه الدراي كاف تستعمل للدراي كاف. بقول لي مثال عليها الكودين اخذناه في المسكنات، قلت انا ما عندكش دين لان عندك كحه جافه ارحم حالك، كودين خلي عندك شويه دين، كلك شويه دين هو بتاخذ سبب دين، كلك شويه دين عشان ايش؟ هو تخف الدراي كاف تصير ايش؟ برودكتيف كاف، او تخف الكحه الناشفه. هذه من مجموعه الناركوتيك انالجيسز والانتيتيوسف، انتيتيوسف اند ناركوتيك انالجيسز. اللي بعدها بيقول لي اسمهم اكسبكتورانت، ايش يعني اكسبكتورانت؟ طارد للبلغم، اكس بيطلع لبرضه اكس خارج، يعني اكسبكتورانت طارد للبلغم، هذا طول البرودكتيف كف. لو معاه كحه بلغم بعطي انا اكسبكتورانت، لو كحه بدون بلغم بعطي انا ايش؟ انتيتيوسف اللي هو مين؟ كودين. الثالث بيقول لي هذا الرابع انه هذا ايش؟ كومبينيشن دراج، خليط من الاثنين، هذول الثلاثه كلها كحه، الكومبينيشن دراج خليط من الاثنين بسموه سولفكس، سولف اكس سولف سولف يذوب او سولف حل، حل يعني المشكله، واحد معاه كحه جاشفه ومعاه برودكتيف كف بدنا نعمل حل للمشكله تبعته، اعطيه سولف، سولف اكس حل الاثنين، كلمه سولف حل واكس يعني خليط من الاثنين، هاي الخط الاول تاع انتيتيوسف وخط ثاني تعمل اكسبكتورنت، فانا اعطيته دواء من اثنين اسمه سولف اكس، هذا الدواء اكسبكتورنت اند ميوكولايت، ميوكو من المخاط، لايت بحلل يعني بريح المخاط، بجف يعني بخلي البلغم الكحه الجافه بخليها ايش؟ بلغم، فهو مطردي للكحه الجافه وطارد البلغم، يستخدم للابر ريسبيراتوري تاك انفكشن. فاذا الانتي ازماتيك هم اثنين، امينوفيلين وثيوفيلين ثيوتراد. اما الانتيتيوس تاون الكحه هو عندها الكودين والاكسبكتورنت والكومبينيشن زي السولف اكس، سولف اكس هذا مين؟ خليط من الاثنين. خلصنا ادويه مين؟ ادويه التنفس. نعدي على الادويه اللي بعدها اللي هم تاون مين؟ انتي هيستامين اتش 1 بلوكر. اول حاجه انا بدي اعرف انه الهيستامين ايش هو الهيستامين؟ وين بيتخزن؟ هي مهم، يتخزن الهيستامين في كل انسجه الجسم، اول تشو اوف ذا بادي، اول تشو اوف ذا بادي، يخزن الهيستامين في كل أنسجة الجسم، ينشط خلال الضربة الحيوية، يعني واحد أكل له هواية بوكس، أكل له عند حساسية من دواء، على طول بيطلع مين؟ أخونا الهستامين عشان يشتغل شغله. إيش بيشتغل الهستامين؟ بيقول الهستامين إيش بيعمل؟ بيوسع وبيزود نفاذية الشرايين، هيعمل لك هايبوتنشن. فأنت أي واحد حصل له حساسية أو أكل له بوكس بصير مو إيش؟
الخلايا بتطلع السمين على الأوعية، بيعمل لك توسع، بزيد بالمبيلتي تاعت السوائل، بيطلع السوائل من الدم من الأوعية للخلايا لبرا، بيعمل لك إديمة توظم. فبقول لي توظم بسبب مين؟ زيادة البالمبيلتي، احتقان في الأنف، الأنف مسكر، بضيق الأوعية، لأنه الحساسية أصعب شيء فيها إنه إيش، مسكر الأنف، ممكن المريض يموت من التنفس، بضيق الأوعية الهوائية، قصبة الهوائية بتضيق، برونكوس بازم يصير مع المريض، بزود إفرازات المعدة واللعاب تزودها، بوسع أوعية المخ، سموها صداع وألم وحكة اتشنج بسبب تحفيز هذه الأعصاب. هذا شغل الهستامين، هذا شغل مين؟ الهستامين. فأنا لو نسيت في الامتحان أتذكر حساسية، واحد قص دبورة لنحلة، بصير معه وجهه أحمر ووجهه مليان هيك ورمان، ليش؟ لأنه الهستامين زود نفاذية الأوعية، فطلع الدم والسوائل من داخل الأوعية للخلايا، يعمل له إديمة، وسكرت على الانف، عمل احتقان في الانف، وبطل ما قدر يتنفس، عمل لي ايش، برونكو سبازم. هذه اهم شغلات، وراح يزود ايش، سياده المعده، وراح يوسع الاوعيه اللي في المخ. ايش الشغل اللي احنا بدنا اياه؟ انتي هيستامين ضدها، يعني بتسكر، راح تغلق. كيف تشغل انتي هيستامين؟ شغلين، اما بتغلق مستقبلات الهيستامين، يا يعني بتسكرها المستقبلات، تسكر ابوابها، او تعمل عكس الهيستامين، تعمل عكس الهيستامين. كيف عكس الهستامين؟ يعني الهستامين بوسع، هي بتضيق، بعلي بتوطي، فاما هي بتسكر ابواب الهستامين او بتعمل عكسه. بقول لي هذه هي لا تمنع افراز الهستامين، مهم جدا. الانتي هستامين تمنعش افراز، هي اسمه انتي ضدها، هي بتسكر ابوابها او بتشتغل عكسها. انا ضدك ما بمنعكش، انا حقد عليك مثلا، فانا بشتغل عكسك، ما بقدر اوقفك انا. اما بشتغل ضدك انا، ما بقدرش امنعك انك تيجي علينا، لكن اما بشتغل ضدك انا او بعمل ايش؟ بسكر ابواب عليك، ما خليكش تدخل علي. اذا يا بسكر ابواب الهستامين مستقبلاتها او تعمل عكسها. بقول لي انه انت عندك انتي هستامين 1 اتش 1 بلوكر، وفينك اتش 2 بلوكر. الاتش 1 هستامين هذه هي اتش 1 ريسبتور، علاج مين؟ علاج الحساسيه. لو واحد معاه الرج حساسيه بعطيه اتش 1 بلوكر. اما اذا واحد معاه المعده وعنده حموضه في المعده، انتم بتسمعوا كثير اللي مو حموضه في المعده ياخذ ايش؟ انتي هستامين. لكن اتش 2، الاتش 2 انتي هيستامين او اتش 2 ريسبتور، هذا الجهاز الهضمي. اما الوان لحساسيه، فانا بطلع دائما الوان حساسيه سي ان اس رقم واحد. رقم اثنين هي مين؟ الجهاز الهضمي. فاذا اتش 1 ريسبتور على الحساسيه، يا يعني مع حساسيه شو بدي انا؟ انتي هيستامين 1 بلوكر، اتش 1 بلوكر. اما واحد معاه حموضه في المعده او شيء في المعده، بيعطينا ايش؟ انتي هيستامين اتش 2 بلوكر. قول لي هذه ايش تمنع او تقلل النفاذيه؟ ايش تشغل هذه الانتي هيستامين؟ راح تقلل نفاذيه الاوعيه، فبالتالي راح تقلل الاديمه وتقلل الحكه وتوسع القصبه الهوائيه، وضد التقيؤ بيستخدموها احيانا انتي ايميتك ضد التقيؤ، وبتثبط السي ان اس. ممكن ايش تعمل لي؟ نعاس، بنعاس المريض، بنعاس، هاي اهم شيء في الانتي هيستامين، بتنعس بتنوم. بقول انه عندك ادويه توسع القصبه الهوائيه زي مين؟ في عندك ادويه بتعمل برونكو دايليتيشن، امينوفيلين قلناها قبل شويه، والادرينالين قلناها، والفنترين قلناها. هذول الادويه ايش بتعمل؟ بتوسع القصبه الهوائيه، بتوسع، بتعمل برونكو دايليتيشن. استخدامات الانتي هيستامين زي ما قلنا لحساسيه، اذا اسعف الحشرات، اذا ضد القيء، دوار البحر بدوخ المريض زي ايش؟ موشن سيكنس. ايش يعني دوار البحر؟ يعني يكون طالع في السياره المريض، السياره على الشمال، هو بيطلع وين؟ بيطلع على الجنوب ورا، بيطلع ورا، يعني بيطلع عكس اتجاه السياره. ممنوع للحوامل واللي عنده ضخم في البروستاتا، ممنوع اللي عنده سي ان اس ميت او عنده غيبوبه كوما. واحد ما غيبوبه كوما، انا اعطيه انتي هيستامين بغيب بيزيد، اصلا انتي هيستامين مسكن بطوب ونيم، بنيم المريض. اصلا الناس بتستخدموه ايش؟ للنوم، يعني مش عارف ينام المريض، بيعطوه انتي هيستامين عشان ينام، انتي هيستامين عشان النوم. السايد افكت له نعاس، نعاس دراونس، نعاس يعني دراونس، نوم ديب سليب، بنام المريض كثير، ابي جاستك بين، لانه احيانا خلف المعده، وبعمل لك تكرار في التبول بوليوري. اذا الجرعه زادت عن حد بصير تاثير عكسي، بارا دوكسيكال اكزيتيشن، يعني تاثير عكسي للجرعه، فبدل ما هي تعمل انتي هيستامين تنزل هيستامين، فبتعمل لي عدم الراحه، عدم التهيج وما الى ذلك. ايش علاج الجرعه الزايده؟ بعطيه فازو ايش بريسر. مش قلنا الانتي هيستامين هو بوسع الاوعيه، بضيق الاوعيه، فلما اعطيه جرعه زياده راح يوسع الاوعيه، يشتغل عكس شغل. فانا بعطيه فازو بريسر مضيق الاوعيه عشان انا عاجل هايبوتنشن شديد عند المريض عشان على الضغط، وبعطيه فينيتون. في نيتون لعلاج التشنج، هناخده قدام احنا، او اخذناه حتى لعلاج التشنجات، بس ما اخذناهوش اعتقد، لعلاج التشنجات. كيف انا حفظته هذا فينيتون؟ فيني انا تون، تون في التشريح اخذناه شد عضل، تون شد عضل او تشنج، تمام؟ فالمريض لما يتشنج بقول لك انا فيني تون، فيني انا تون تشنج، اعطيني شيء عشان اعطيني انا فيني، اعطيني دواء يشيل التشنج واعطي انا فيني تون، فيني تون،
في شد عضل، فيني انا تون، في تشنج. هم انا عندي اربع ادويه اعتقد، اربعه. اول واحد اسمه ايش؟ استيميزول. ايه استيميزول؟ هذا اسمه هسمن، هذا مشهور جدا في الامتحان. هذا الدواء مشهور انه هستامين، بنيمها ما بنومش. هذا نو سيديت، بنومش. نو انتي ايميتيك، بي مش للطيب استعمل. اول انتي كولينرجيك افكت، يعني مالوش، هو بيشتغلش ضد مين؟ الكولينرجيك افكت. فهذا عكس كل الهستامينات. هذا الانتي هستامين فيش له تاثير على النوم، يعني لا بنعس ولا ضد القيء ولا يستخدم ضد الاستالكولين. هذا الهسمنال، فاسمه استيميزول، مش الاي نفي في التيرمولوجي، نفي الاي، الاي نفي، يعني استيميزول، استيميزال، زول في ازاله مثلا مين؟ الاستالكولين. فهذا قلنا كان زمان اسمه استيميزول، استيمي ما يزال، وزول بيزيل ايش؟ الاستالكولين. قلنا هذا اي هنا ايش يعني؟ اي نفي، بطلت تملي ازاله من الاستالكولين. وهسمنال هي كانت تقول لي امان انا بدي ايش؟ بدي اخلي مريض ينام، بدي اخليه انا ضد القيء استعمل. بقول لها هس اسكتي، يعني هسمنال اسمها البنت منال، اسمها هذا الدواء اسمه منال. فايش بقول له انا؟ هسمنال، هسمنال هذا الدواء اسكت، انت لا راح تنوم ولا راح يصير ضد القيء ولا راح يصير ايش؟ ضد الاستالكولين. فهو اسمه استيميزول، هو الهسمنال، اضبط انت الاي مع الهس، هس اسكتي وايه ممنوع. فاستيميزول هو الهسمنال، هسمنال ما تتكلم ولا كلمه، لا بدي تنعسي ولا بدي استخدم ضد القيء ولا بدي ضد الاستالكولين، احنا زعلانين منك بدناش اياك تشتغل معنا. هاي الهسمنال، وهذا قليل جدا. فبقول لك كل انتي هستامين بتنوم، هذا الدواء بنومش ولا بنعس، واغلب مش موجود عندنا. هو اسمه الهسمنال. الدواء الثاني اسمه ايش؟ بروم فينيرامين. بروم فينيرامين هذا تاثير على النوم قليل، هو بنعس لكن شيء بسيط جدا. اسمه بروم فيني ايش؟ رامين. بروم فيني رامين، كيف تحفظه؟ مش السوريين بيقولوا بروم معي يعني اتكلم معي، بروم، بروم يعني اتكلم معي، بروم معي فيني انا، يعني باستطاعتي انا قادر ان ايش؟ رامين، رمين مش رمين يبقى، بقول لك بروم معي اتكلم معي، انا قادر اني ابقى صاحي، اضل صاحي، لانه هذا الدواء بياثرش على النوم كثير. صح بنعسنك، انا بحاول اضل معك صاحي، اتكلم معي، بروم معي انا فيني اضل رمين، ابقى اني صاحي معك اتكلم معك. ممكن لانه تاثير على النوم قليل، لس تاثير على النوم. بقول اسمه بروم فيني رامين، بروم فيني رامين، بروم معي فيني انا اضل صاحي معك. الاول هس ايه استيميزول هسمنال، الثاني بروم فيني رامين، الثاني ايش بقول لك؟ كلور فيني ذي فيني رامين، كلور فيني رامين زي بعض الاثنين، فيني رامين فيني رامين. الاول بروم بتكلم معه وشي، الثاني كلور، مش الكلور سائل احنا في البيت نفسه، هو هذا الشراب. بقول لي ايه ستون، ايه هيستون، هذا شراب بيضاء عند الحالة. الايهستون قلنا هذا ايش؟ ايهستون هو كلور فينيرامين، قلنا مش الكلور شراب، وهذا الدواء عبارة عن شراب، يشرب شرب، هو ايهستون. مش ايه ضد هيستون، ضد الهستامين، ضد الهستامين يعني انتي هستامين. فايهستون هو مين؟ الكلور. وطبعا الكلور ايه ممنوع لمين؟ للناس استخدموه كشرب، فهو ايهستون ممنوع انا اشربه، ايهستون ممنوع انا اشرب الكلور. بقول انه الكلور فيني رامين هو ايهستون، ايهستون ضد الهستون هو هستامين. اخر دواء بروم، بروميثايازين. برومي هذا مشهور جدا، الدواء مشهور جدا جدا في الاستقبال، بيستعملوه استخدامات كثير في الاستقبال، اسمه فينيجران او بروثايازين. هذا الدواء سهل اسمه بروثايازين، بروميثايازين، بروم، بروميثايازين، بروفايازين، هذا شراب. اما الامبول في الاستقبال هو ايش؟ فينيدجان. الفينيدجان اسمه العلمي بروميثايازين، اسمه ايش العلمي؟ بروميثايازين، بروميثايازين، بروميثايازين. بقول لك هنا بروميثايازين خلي الاشي زين، بكل مريض معاه تعبان اشي، المريض بده ينام واشي، بقول له خلي اشي زين زين ونام وريح حالك انت. بروميثايازين، برومي فيازين، له الطفل الصغير بروم معه عشان ايش؟ يصير اشي زين وينام المريض. بروم فيازين هذا ايش؟ فينيدجان، اكثر دواء منوم. لو قال لي مين بنوم ايش؟ بقول له ايش؟ هسمنال، استيميزول. اما دواء بنوم اكثر واحد منوم في الادويه تحت الاصل انتي هستامين اسمه ايش؟ الفينيدجان، هو البروميثايازين او بروفايازين، يستخدم في الاستقبال كثيرا زي ما قلنا. الكلاس تبع انتي هستامين انتي ايميتيك افكت وسيديتيف اكشن، عكس الاول بالضبط. هنا قلنا نو سيديتيف، نو انتي هستام، نو ايميتيك ونو كولينرجيك، هذا عكسه. استخدامه للموشن سيكنس دوار البحر، للانتي ايميتيك للقيء والغثيان وللنوم، هذا من استخداماته. الأدوية اللي بعدها هنا بقول لي أدوية
drug affecting على الجي تي اي جاسترو انتستينال تراك على الجهاز الهضمي. خلصنا التنفس كله، خلصنا كل التنفسي والانتي هيستامين، يجي على مين؟ على الجي اي تراك عند الجهاز الهضمي. واول واحد في الجهاز الهضمي مين هو عندنا؟ اسمه انتي اسيد، انتي ضد اسيد الحموضه. بتكون اتش سي ال عندك في المعده عاليه، فانا بعطي انتي اسيد عشان ايش؟ اقلل حموضه المعده. اتش سي ال بقول لي هنا تقلل، تعمل هذا الانتي اسيد ايش؟ تعادل الحموض او تقلل حموض المعده. اما انا بعطيه شيء قاعده بعدل حموض المعده او بوقف الاتش سي ال، يعني اما انا بعطيه شيء يعدل الحموضه شيء يخففها او انا بقلل الاتش سي ال وبريح راسي. فاذا في عندي انا نوعين من الانتي اسيد، في نوع بيحتوي على مغنيسيوم هي راح تعمل لي راح تزود بالسلسله تعمل لي اسهال بياذيه، ونوع بيحتوي اما الومنيوم او حديد او كالسيوم، الومنيوم وكالسيوم تعمل لي امساك تكون السبيش. مهم جدا تعرف انه المغنيسيوم بيعمل لي دياذيه والالومنيوم والكالسيوم بيعملوا مين؟ امساك. كيف تحفظهم؟ مغنيسيوم ايش هيك يعني ناعم سهل بيعمل لك دياذيه. اما الكونستبيشن اثناء ديفكيشن المريض لما يكون طفل صغير تعبان وفيش عنده سيفير كونستبيشن، بقول لك ايه بكون متوجع من الالم، ايه معروف انه الالم اي و ايه، بقول لك هي المنيوم ايه من الالم، ايه المنيوم وكا كالسيوم ها فيها حرف الا فبتملي ايش؟ فيها الم فيها يعني امساك. فالمغنيسيوم فيش فيها ولا الف، فيش فيها ايه المغنيسيوم؟ المغنيسيوم فيش فيها الف، فبتكون تملي ايش؟ تملي امساك، فيش فيها اي ايه ولا ايه ولا كذا، كله مغنيسيوم كله فيش فيها حرف الا. اما المنيوم فيها ايه والكالسيوم كا فيها ايه، فالايه من الالم فبتعمل لي كونستبيشن. اذا الومنيوم وكالسيوم كونستبيشن، مغنيسيوم اسهل يعني انتي اسيد اللي تملي مصنوع من المغنيسيوم ممكن تملي دياذيه من سايد افكت الا، والانتي اسيد اللي فيها الومنيوم او كالسيوم تملي امساك كونستبيشن. استخدامها واحد عنده حموضه في المعده، حموضته عاليه، عنده السط، ايش يعني السط؟ زاد اتش سي ال على المعده حرق لي المعده حرق، او عنده جاستك ريفلكس بيرجع المعده على المذيق فوق في تملي حموضه في المعده او المذيق. ممنوع اللي عنده المنتجات الصوديوم اللي تحتوي على سي اتش اف، يعني انتي اسيد تكون من الصوديوم، هي ممنوع لمين؟ اللي عنده سي اتش اف تعون كونجستيف هارت فيلر لانه القلب بيكون اصلا مش محتاج صوديوم بزياده، اللي عنده هايبر تنشن لانه اصلا بيعلي الضغط ممكن، حالات يكون فيها الصوديوم محدود بقول لي الصوديوم يكون فيها محدود والحوامل، اذا الصوديوم بده يكون ممنوع الصوديوم من المريض بعطوش الانتي اسيد او الحوامل. الاستخدام المزمن للانتي اسيد اللي بتحتوي على الالومنيوم ممكن تعمل الزهايمر. كيف تحفظها؟ اللي بيقولوا قالوا قلنا ما احترمنا شيء لهم كمان، لكن ساعدونا نحفظ الدواء هذا، قالوا لي زمان انه كذا فانا نسيته، قال الومنيوم الومنيوم قالوا لي زمان انه انا هيك 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 ونسيته انا سامع الزهايمر، فقالوا قلنا قالوا لنا الومنيوم، قال الومنيوم زمان انه انت ايش حكيناك هيك وهيك كنت نسيت. فهذا الالومنيوم بيعمل لي استخدام مزمن له انتي اسيد اللي فيها الومنيوم تعمل لك ايش؟ ممكن تكون سبب مساعد لمين؟ للزهايمر. طبعا هذا يعطي على معده فارغه لانه انتي اسيد، يعني انا بدي اقلل حموضه المعده واعدلها، فلو انت معك اكل على الفاضي الاكل هو اصلا بعد حموضه المعده، فانت بتعطيه قبل المعده قبل الاكل عشان ايش؟ هو يعدل حموضه المعده او يخففها، ما مش بنفعش او هو يفضل على معده فارغه. طبعا الحب هذا في قرش يقرش قرش قبل البلع تشوكينج يعني قرش اعتقد، واذا كان يحتوي على الومنيوم او كالسيوم بكثر من السوائل، اذا كانت هاي الانتي اسيد عباره عن كالسيوم او الومنيوم راح تعمل لي كونستبيشن. فعندنا كونستبيشن بدي اعمل انا بدي اعطيه سوائل كثير للمريض. عندي انا كذا نوع من هذول الانتي اسيد، عندي كالسيوم كربونيت اللي هو ايش؟ كيس الفوار كنا نعرفه زمان، راح اجيب من صديق كيس فوار بشكل وحطه بميه بصير فوز واشربه وطعمه يعني مش بطال، اسمه كالسيوم كربونيت، كربونات الكالسيوم. هذا يعطي اللي عنده نقص ايش مش اسمه كالسيوم. اذا ايش بيعمل لي هذا؟ لو واحد معاه هذا بيعمل لي امساك طبعا، واحد معاه نقص في الكالسيوم اعطيه مين؟ كالسيوم كربونيت. انتي اسيد والكترولايت، ليش انتي اسيد؟ قلنا ضد الحموضه، والكترولايت لانه المريض معاه نقص في الكالسيوم معطينا ايش؟ كالسيوم كربونيت. الدواء الثاني اسمه ايش؟ مالوكس. مالوكس هذا المالوكس الدواء هذا ايش؟ من كلمه مولينكس. مالوكس يحتوي على خليط من المغنيسيوم والكالسيوم، انا مريض بسمه كونستبيشن واحد دياذي، انا بدي اصلح هاي المشكله، زي قلنا تعال دايكا فعطيته انا كومبينيشن خليط من مين؟ سولفكس من الاكسبكتورانت مع الدايكاف الكودين، هين بقول لي لا هذا المالوكس بدي انا اعطيه دواء من المغنيسيوم خلطه من المغنيسيوم والالمنيوم عشان لا يعمل لي دياذيه ولا امساك، فمرضى بسموهم دياذيه ومرضى امساك ومرضى ولا شيء، فانا بعطيه خليط من المغنيسيوم والالمنيوم. طبعا انت ما تنسى مغنيسيوم وكالسيوم، انت على طول مغنيسيوم
الالومنيوم حرف الاي بيكون اول جمله، اول حروف الانجليش حرف الاي، فبكون احنا اخذنا مين؟ اخترنا الالومنيوم. الالومنيوم مع المغنيسيوم اسمه الو ماج. الو ماج، الالو ماج هنا اولو يعني كله، الو يعني الكل مثلا، وماج في مج، مج كبير. انا حطيت مين؟ حطيت المغنيسيوم والالومنيوم في مج، كاسه مج هيك، وشربتهم كل الالومنيوم والمغنيسيوم في كاسه مج حطيتهم، وسمى ايش؟ مالوكس. مالوكس من ملونكس. انا خلطتهم وين؟ خلطت من المغنيسيوم والالومنيوم في كاسه كبيره، حطيت انا كل الالومنيوم اول الومنيوم ومغنيسيوم والومنيوم في مج كاسه كبيره، ومثلهم ايش؟ في الملونكس خلطتهم. هذا هو المالوكس الالوماج، يستخدم للي عنده هيتس هيرنيا فتق الحجاب الحاجز، فيتس هيرنيا فتق في الحجاب الحاجز، مش لازم يصير مع ميثا كونستيبيشن او اسهال، واعطيه هذا ايش؟ هذا الدواء الوماج. بعدك نيجي احنا مين على الادويه الثانيه، الدواء الثالث اسمه ايش؟ مغنيسيوم هيدروكسيد. مغنيسيوم هذا بسموه ملح انجليزي، انتي اسيد ولاكزيتيف والكترولايت. انتي اسيد انه بقلل حمض المعده. طيب لاكزيتيف، مش قلنا المغنيسيوم اللي ديازيا فهو ملين لاكزيتيف، والكترولايت واحد ما نقص مغنيسيوم معطيه انا ايش؟ مغنيسيوم. هذا المغنيسيوم كيف بيشتغل ملح انجليزي؟ بيشتغل انه وسطه هو وسطه قلوي، هو عباره عن ايش؟ عن قاعده قلوي، فلما احطه على حمض راح تعدلها، فهو وصله قلوي راح يعدل حمض المعده، لكنه لا ينتج مركب قاعدي. هذا المغنيسيوم بينتج مركب قاعدي، هو نفسه قاعده زي الميه، هي الميه قاعده تقريبا، او ميه بتعدل حمض المعده، فاشرب ميه شويه راح تخف حمض المعده. هذا ايش بس هو؟ هذا بخف حمض المعده بيعادله يعني. يستخدم كملين، بعمل لي اسهال قلنا كلاكزيتيف، لانه كيف بيشتغل كملين هذا الدواء؟ زي في الاسس اخذته انتو، راح يزود حجم، يعمل لي بيج بلاك للبضاله للاستول من خلال جذب كميه كبيره من الماء. باخذ كل سوائل الميه بحطها عند الاستول، بكبر حجم الاستول، وبصير انا ايش؟ بحفز البريستاليسيس، وبصير مع المريض ديالي. اخذ دواء اسمه مين؟ صوديوم بيكربونات. هاي بتاعت الكيكه والبسمه في البيت، الصوديوم بيكربونات، كربونات الصوديوم الكربونه هذه تعادل حمض المعده من خلال انتاج كلوريد الصوديوم والسي او 2. راح تعطي لي انا ايش هاي الصوديوم بيكربونات؟ راح تنتج كلوريد الصوديوم والسي او 2، هذول راح يعدل حمض المعده. انا اعتقد انه كلوريد الصوديوم هذا عباره عن قاعده، والسي او 2 هو حمض اصلا، فبنتج لنا بعض، بخلي الاثنين سوا بعض، بعمل لهم ايش؟ معادله. استخدامه قليل كانتي اسيد. ليش؟ هذا مش امتحان. ليش انا بستخدمش الصوديوم بيكربونات كانتي اسيد؟ لانه في هاي الصوديوم كونتنت، والصوديوم مضر، فهو بيحتوي على كميه عاليه من الصوديوم، كميه كبيره، شورت ديوريشن وقته في الجسم قليل، اند ابيليتي تو كوز الكالوسز، ممكن يعمل لك الكالوسز، يحول لك انت من الاسيدوسز يتحول لالكالوسز، فهو عالي جدا بيعمل لك قاعده كثيره. فهو لانه صوديوم هاي، هاي صوديوم، شورت ديوريشن وابيليتي تو كوز الكالوسز، عشان هيك ما بيستخدموش كانتي اسيد. استخدامه كلاكزيتيف وللميتابوليت اسيدوسز، واحد معاه ميتابوليت اسيدوسز، وان هذا الدواء هو عباره بيعمل لك قواعد، فانا بعطيه كعلاج للي عنده ميتابوليك اسيدوس، بعطوه ايش؟ صوديوم بيكربونات، لانه الصوديوم قلنا عباره عن ايش؟ قاعده. السايد افكت له ميتابوليك الكالوسز، مش قلنا هو علاج الاسيدوسز، احيانا بعد مرض الاسيدوسز بتبعوهم مش يعطيه ضلك صوديوم، الصوديوم بتحول لمين؟ من اسيدوس للكالوسز. لما ما يصير مع الكالوسز ميتابوليك الكالوسز يعني عنده قاعديه بسبب مين؟ الايض. فاذا الكلى عندنا عطلانه، فراح مين يساعدها؟ يساعدها مين؟ اللنج، الرئه. راح الرئه بدها تحاول تعطي جسم حموضه، كيف تعطي حموضه الجسم؟ الرئه انا عندها مليان جسم مين؟ بالقاعديه الكالوسز، فالرئه بدها تحاول تعمل مساعده للكلى وللجسم، بدها تعطيها حمض. كيف انا ككلى بدي كرئه بدي اعطي انا جسم حموضه؟ بدي اخبي السي او 2، نقول السي او 2 عباره عن حمض، فانا بحافظ على السي او 2، بتبطل ايش؟ بقل التنفس. ليش بقل التنفس؟ عشان الرئه تخبي السي او 2 وما تطلعوش، لانه السي او 2 حمض، فانا بودي الحمض هذا السي او 2 عشان ايش؟ يعادل قاعديه مين؟ الميتابوليك الكالوس. يعطي اي في ببطء، يجب ان تحدد الجرعه بواسطه تحليل ايش؟ الاي بي جي اللي هو ابتيريا بلاد جاز، هذا بفحص صمت الدم، هل الدم حمضي ولا قاعدي؟ فحسب ايش الحموضه والقاعديه حسب ايش الدم حمضي انا بعطيه ايش؟ صوديوم بيكربونات اللي هو عن طريق الاي بي جي. بعدك عندنا احنا ادويه الانتي السر دراج. انتي السر دراج هي الادويه، انتي السر دراج هم حكيهم بالاخر ايش يعني؟ انتي السر دراج هم كان دواء ضد الالسر، ضد قحط المعده، او اسمه سيميتيدين. سيميتيدين هذا تاجاميت سيميتيدين. هذا ايش بيشتغل؟ هيستامين اتش 2 ريسبتور بلوكينج ايجنت. ايش يعني؟ يعني الهستامين تو ريسبتور بعد على اتش 2 ريسبتور في الهستامين، وايش بيعملها؟ بلوك، يعني راح يقلل انتاج اتش سي ال. هذا ايش؟ السيميتيدين اسمه تاجاميت. انا ما لقيتش اللي احفظها، قلت انه تاجاميت جاي من اتهاجمت، انا اتهجم علي، تاجاميت اتهجمت،
زغرت معي، تهجمت اتهجمت تهجمت، تمام؟ تهجمت يعني انا اتهجمت، بتقول انه الاتش 2 بيشكي بيقول انا هجموا علي وسكروا لي مين؟ الابواب تبعتي، فاتش 2 ريسبتور اتهجمت. الثاني مشهور جدا هذا قول لنا سيميتيدين، سيميتيدين يعني سبب الهجوم اللي عليه صار عنده شوي سيميتيدين، شبه عنده دين المريض، شبه عنده دين بسبب الهجوم اللي صار عليه. احيانا الواحد في الطوش والمشاكل بقول له بطلع من دين تبعه وصير عنده سيميتيدين، هو اتهجمت انا اتهجمت. الثاني رانتيدين، هو راندين اسمه او الزانتاك او الفامودين، ثلاث اسماء الجذريه له، فامودين وزانتاك وراندين، هو رانتيدين هذا هو اتش سي ال، هو بيشغل اتش 2 ريسبتور انتاجونس بسكر اتش 2، يستخدم للقرح على الالسر، بيستخدم 8 اسابيع على الالسر كمان، بعطي معه مضاد حيوي وفلاجيل. احيانا بيضان لو واحد معه مضاد في المعده بياخذ ايش راندين بيضان، ممنوع اللي عنده مضاد كبد لانه بيعمل لي بيعلي وبوطي الهارت ريت، وممنوع مضاد الكبد الراندين. اكثر شيء بيعمل لي تهيكات طبعا من اشياء كثير، بخفف ال 50 ملي جرام في 20 ملي اوفنو ماصلا، 50 ملي جرام من الرنديل بخفه انا ايش ب 20 ملي نورد مال صلا، يعني ب 20 سي سي. لو انا عندي امبول 50 ملي بحطه انا بحله بقى كان ب 20 ملي نورد مال صلا. بدي انا اكثر من سوائل ادكويت هايدريشن، بدي انا ما اعطي مع الرنديل ايش سوالي كثير عشان بدك تساعد الرندين انها تخفف من حموضه المعده. فعندنا سيميتيدين تاجمت، ورانتيدين هو زانتاك وفامودين وراندين. الدواء الثالث والاخير اسمه اوميبرازول، اوميبرازول اسمه التجاري اوميبرازول، قلنا ايش يعني، هي شيل الام شيل الاو بصير ايش مبرازول اوميبرال، اوميبرازول هو مين المبرال، اوميبرازول هي المبرال مشهور كثير برضك انتي السر. وبيبتيكام برضك بيبتيكام، مش قلنا الالسر قوة المعدة بسموها بيبتيك السر، بسموها احيانا بيبتيك السر قوة المعدة، فهو بيبتيكام بيبتيكام بيبتيك السر. فهذا الاوميبرازول اسمه التجاري بيبتيكام واسمه مبرال، شيل الاو بصير ايش مبرال، مبرال بيبتيكام هو الاوميبرازول هو انتي السر. استخدامه راح يقضي على البكتيريا اللي بتزود قوة المعدة، هي اسمها البكتيريا تو اريديكيت، يعني يقلل من مين اتش بايلوريك بكتيريا. هاي البكتيريا اتش بايلوريك بكتيريا هي بتعمل لي قرحة في المعدة، اتش بايلوريك بكتيريا اعتقد هي تاعت الجاثومة. سايد افكت لها تعمل لي التهابات في الريسبيراتوري ريت في التنفس العلوي، الم بيك بان بين بين باك بين الم في الظهر، دياري اساس هيديك ودوخة، يعطى بحر اللي عنده هايبو كاليميا لانه اصلا بقلل الكاليميا، فيعطيه بحر اللي عنده مين هايبو كاليميا، هي مهمة جدا. الجرعة حسب وضع المريض، وطبعا هي ممنوع المريض يقصها قرش، تبلع بلع فقط، واذا كانت كبسوله ما بذوبهاش انا بميه بده يشربها شرب المريض، ويعطى طبعا مادة فارغه، كل انتي اسلر مادة فارغه. اذا انا عندي بدي احفظهم بس ثلاث انتي السر اللي هم السيميتيدين تاجمت والراندين وامبرازول. فرق بين الانتي السر والانتي اسيد، الانتي اسيد هم كلهم مين؟ تاع الكالسيوم ماغنيسيوم صوديوم، هذول هم الانتي ايش اسيد، اما الانتي السر هم مين؟ التاجمت السيميتيدين رانتيدين راندين والاوميبرازول هو بيبتيكام اوميبرال. وهيك بكون خلصنا من ادويه الانتي السر، ويعطيكم العافيه.